أكد السيد فؤاد أحمد حاجي عضو مجلس الشورى خلال لقاء في برنامج مجتمع واعي أن البحرين باتت نموذجا يحتذى به في التعايش والتسامح واحتضان التعددية الدينية والمذهبية. أصبحنا نموذج اليوم، البحرين نموذج، يعني تشوف رعاية الدولة هي كلها بتوجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك وتوجيهات السامي. حكومة صاحب الجلالة الملك برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الله يحفظه، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد النائب الأول لرئيس الوزراء نائب القائد الأعلى، احنا نجتمع مع اللجان المسؤولة المحافظة وأجهزة الدولة يعني مباشرة بعد عيد الفطر، وأنا ترى عضو مجلس الشورى وعضو في الهيئة العامة للمواكب الحسينية، فنجتمع معاهم مباشرة بعد عيد الأضحى أو بعد الأوقات قبل عيد الأضحى، وتجتمع معنا أجهزة الدولة كلها وعلى رأسها وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الأشغال، هيئة الكهرباء والماء، وبعض الجهات المسؤولة الأخرى في مع المحافظ. فالوزارة رئاسة الوزراء سخرت مشكورة كل إمكانياته وإمكانية أجهزة الدولة حتى تظهر إقامة هذه الشعائر بالمظهر الحضاري اللائق اللي يليق بسمعة البحرين ومكانتها بين العالم.